يقول السائل: ما حكم الأخذ من اللحية بغرض تهذيبها وترتيبها، علما بأن الوالدة تطلب مني ذلك، ماذا أفعل؟ شغلتمونا بهذه اللحية، كل درس فيه سؤال عن اللحية، يعني هي مشكلة عليكم، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللحية عضو من أعضائك، جمال لك، خلقه الله جمالا لك وزينة لك وفارقة بينك وبين النساء، فلا تعبث بلحيتك ولا تقص منها ولا تحلقها ولا تنتف منها شيء. نعم.